هذا الفيديو هذا ما عرفتش كيفاش غادي نبداه، لانني كنت متردد باش نحط الكاميرا ونجلس نهضر، وراه تقريبا هذه هي المره العاشره دابا اللي تنعاود نسجل او تنعاود التسجيل ديال هذا الفيديو هذا. ربما كل شيء يعرف القضيه اللي غادي نهضر عليها غير من خلال العنوان اللي مكتوب، ولكن ما غاديش نهضر مثلا على الجريمه، ولا غادي نهضر على الاشخاص اللي ارتكبوا الجريمه، ولا غادي نبقى نحلل واحد الحاجه، لان هذا الشيء ماشي من الاختصاص ديالي. انا واحد الشخص، بالنسبه للناس اللي ما تعرفونيش، انا واحد الشخص نسافر بزاف. الطريقه ديال السفر ديالي كتكون عن طريق الاوتوستوب، ولا كتكون بعض المرات تمشي للجبال، تنحط الخيمه ديالي، تمشي انا والزوجه ديالي. بالنسبه لهاد الناس اللي ما تعرفونيش، الحمد لله زرت العديد من الدول، ما يفوق 50 دوله الحمد لله، ومازال داك الشيء غادي في الطريق باذن الله، والقادم غادي يكون اجمل. في الاول انا كنت نسافر في المغرب، كنت نجلس غير في الخيمه ديالي، ما خليت فين درت الخيمه، درتها في ويوان، درتها في اكلمام، درتها في تيكلماميم، درتها في ايمليل، درتها في توبقى الفوق في الريفيج، درتها في ميرلفت، درتها في سيدي ايفني، درتها في تفرا، ودرتها في بزاف بزاف ديال البلايص، والحمد لله عمرو وقع شي مشكل بحال هذا، او كان مثلا غير شي حاجه اللي غادي تخليك تخاف. الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير، درتها عاوتاني في ام الربيع، ما كاين حتى شي مشكل، ديما تكون غير الخير. تبات غير في الخيمه ديالك، تدخل كتسد عليك، تدخل لساك تكوساش، تجلس ترتاح، الحمد لله كل شيء تدوز بخير. حتى مؤخرا نزل هذاك الخبر اللي هذوك جوج السائحتين اللي من النرويج والدنمارك اللي تم الذبح ديالهم في شرم هاروش، وبزاف ديال الناس طلبوني قال لك هضر على هذا الموضوع هذا وبين غير النقطه، شنو الراي ديالك في هذا الشيء هذا. انا في هذه الحاجه غادي نهضر مثلا على السياحه في المغرب، يعني كيفاش غاده. كما تنعرفوا ان المغرب تيعتمد على واحد جوج مداخل مهمه، يعني الدوله معتمده على واحد جوج مداخل مهمه اللي كاينين، هي الفلاحه والسياحه. يعني السياحه ماخذ واحد الدخل مهم يعتمد عليه المغرب، علاش؟ لان السياحه كتجيب لهم ما يسمى بالعمله الصعبه، يعني الدولار، كاين الاورو، كاين الباوند، المهم تيجيب لهم العمله الصعبه. ولا جا اي واحد مثلا في السياحة في المغرب، غادي تقول له واش ممكن انك تصنف المغرب واحد البلد سياحي، مباشرة غادي يقول لك ما غاديش يمكن لي انا نصنف المغرب واحد البلد سياحي. كاين بزاف ديال الاسباب. السياحة في المغرب غادي نقول بان غادا بواحد الطريقة عشوائية، يعني السياحة في المغرب كاملة غادا بواحد الطريقة عشوائية، ما كاين لا تنظيم، ما كاين والو. كاينين واحد الدول جاو غير من مورانا، راهم وصلوا في السياحة ديالهم. السياح راه تيجيو العام، على سبيل المثال خذ تركيا، على سبيل المثال خذ ماليزيا، على سبيل المثال خذ كوبا. كوبا دابا حاليا اللي كاينه كوبا، خذها، شوف شحال من زائر ولا تيجي لهم في العام. يعني كوبا، يعني هاد الدول هادو راجعوا من موراك، ها هما غاديين ومتقدمين وتيخدموا المجال السياحي. في المغرب ما كاينش شي تقدم، ما كاينش شي حاجه في السياحه. عطيني مثال، نتحدى اي واحد يكتب لي غير في التعليق، قول لي واش المغرب واش كاين واحد المثال غادي تاخذوا انه شفتي واحد الحاجه بان غادي تزيد بالمجال ديال السياحه في المغرب. ما كاينش. نفس هذاك الشيء اللي شفناه في 2015 هو اللي كنشوفوه في 2016، هو اللي كنشوفوه في 2017، هو اللي كنشوفوه في 2018. انا غادي نقول لكم واحد الحاجه، السياحة يعني ملي كتقول السائح اللي غادي يجي عندك للبلاد، يعني تيعتمدوا على من، بما ان الموقع الجغرافي ديال المغرب قريب لاوروبا، ان معظم الاوروبيين غادي يجيو للمغرب. شنو هو السبب اللي غادي يخليهم يجيو للمغرب؟ هو التذكره ديال الطياره رخيصه، يعني من المغرب من اوروبا ممكن تركب من اي بلد اوروبي، تركب بهذيك 5 اورو. من اسبانيا بعض الناس يركبوا ب 5 اورو، مثلا من هولندا الناس يركبوا ب 15 22 اورو، من المانيا دوسلدور فيزا الناس يركبوا ب 10 اورو. يعني هذاك الشيء قريب، بنادم تيمشي، الطيارات كاينين، الرايان اير كاين، ايزي جيت، المهم هذاك الشيء غادي، كل شيء محرك. يعني الناس هنايا غادي يجيب لك العمله الصعبه، غادي يجيب الاورو. ولكن ملي تنجيو اننا نفكروا شكون هي الفئه اللي كتسافر في اوروبا، كاينين واحد جوج فئتين هما اللي تيسافروا. كاين بنادم صغير، يعني يلاه بادي 18 عام 19 عام 20 عام، يعني الشباب، وكاين الشراف، يعني بنادم شارف شت تقاعد، تيخليو له في التقاعد هذيك 1500 اورو 1700 اورو. شنو تيقول؟ تيقول نمشي للمغرب نجلس واحد الشهرين، غادي نتفطح في مراكش اكادير، وهذيك 1500 اورو غادي ندوز بها مالك، غادي نعيش بها مالك في المغرب. وكاين هذوك الشباب اللي تكون 18 عام 19 عام. ربما انت غادي تقول لي دابا واحد السؤال، تقول لي ان هذاك الشباب ملي غادي تجيه الفلوس، الشباب هنايا تياخذ واحد المنح من عند الدوله ديالهم، يعني الدوله كتعطي واحد المنحه، المنحه كتكون بغرض الدراسه.
ولكن الدولة ديما انها كتنصحهم ياخذوا واحد السنة بيضاء، او ما يسمى بالغابير. يعني هذاك السيد معلاش يعطيهم هاد الغابير، تيشجعوا الطلاب يطلبوا غابير. علاش؟ لان هذاك الطالب ملي غادي يخرج من البلاد ديالو غادي يمشي غادي يعيش واحد التجربة، غادي يعيش واحد المغامرة، غادي يشوف واحد الثقافة اخرى، غادي يشوف لغة اخرى، غادي يشوف ناس جداد. ملي غادي يرجع للبلاد ديالو غادي يرجع بواحد الانتعاش وواحد الحيوية، وغادي يلقى ما يقول، وغادي يلقى ما يعاود، غادي يكون يعني الدولة كتبني هذاك الشاب. حنا في المغرب مازال المغرب معول على السياحة ديال بنادم الشارف، بنادم الشارف يعني الشارف انه تيجي مثلا من فرنسا تيجي بواحد الكارافان وتيجي بواحد الكامبر، تيجي بهذاك الكامبر عامر ديالو، عامر بالماكلة، عامر بكل شيء. شنو تيجي؟ تيجي للمغرب الا شرا شنو تيشري؟ تيشري ليسانس، وتيشري كوميرا، ولا غادي يشري مثلا شي خبزة بدرهم ولا ب 24 ريال، وغادي يبقى عايش بيها، تبقى يدوز بها في الصباح، يمشي يجيب درهم كوميرا وجلس، هو عنده الكرافان ديالو عامر بالماكلة كامل. المغرب في النظر ديالهم بأن هاد الناس غادي يربح معاه، راه ما غاديش تربح انت مع هذاك الراجل الشارف في السياحة، راك ما غاديش تربح معاه. الا بغيتي انت تربح في السياحة هو ان هاد الشباب هادو اللي جايين من اوروبا، هاد الهضرة فايت قلتها ماشي مرة ماشي جوج، قلتها بزاف ديال الايفنتات اللي كانوا الاحداث اللي تنظموا في المغرب، مثلا كتبتها في فيسبوك ديالي، هضرت عليها بزاف. ملي كيجي هاد الشاب هذا تيجي المغرب، شنو تيبغي يعيش؟ يبغي يعيش واحد الحاجه، واحد الحس ديال المغامره. نعطيكم واحد المثال، مثلا الدري ملي تيجي من لهنايا تيبغي يمشي، شنو تيقلب على واحد السفر، تيسافر بانه مرخى في التكلفه، باغي يغامر، باغي يعيش. ما تيمشيش مثلا لمدينه كبيره. واش عمرك شفتي مثلا، ربما مثلا ناخذ على سبيل المثال مسجد ديال الحسن الثاني، مسجد ديال الحسن الثاني الا مشيتي لتما شكون كتلقى؟ كتلقى بنادم كبير شارف، جاي من الصين، جاي من فرنسا، جاي من المانيا، شارف، غادي يتمشى بعكاز، تنزل في الكار، تعطي 10 دقائق يشوف الجامع، يبقى يتصور، يدخل الداخل يتصور مع الجليج ويخرج في حالاته. عاوتاني من موراه تيديه لمدينه قديمه، من مور الكار تيديه لمدينه قديمه، فين تيديه؟ تيديه للودايه، من مور الودايه فين تيديه؟ تيديه للضريح ديال الحسن الثاني ومحمد الخامس اللي كاين تما، وهي غاده بحال هكا، بحال هاد الديكور هذا. ولكن ملي كتشوف هذاك الكار شكون تلقى فيه؟ تلقى فيه بنادم شارف، ما كتلقاش فيه واحد هذا، واحد الشباب. يعني هذاك الشباب ما كاينش الطريقه ديالو، ما غاديش يلقاها في المغرب. يعني شنو تيضطر يدير؟ شنو تيبغي هذاك الشاب؟ تيبغي الجبال، تيبغي يمشي يدخل، تيبغي مثلا مغاره، مثلا تيبغي يدير واحد الرافتين، تيبغي يدير الكلايمين، تيبغي مثلا يدير سكاي دايفين مثلا، ولا شنو غادي يبغي يمشي يدير؟ غادي يدير مثلا البنش جامبين، غادي يبقى يدير واحد الحاجه اللي فيها المغامره اللي ما يقدرش يدير هذاك الراجل الشارف. ملي تيجي المغرب راه ما تيبقاش هذا الشيء، هذا هو المشكل، ما تيبقاش هذا الشيء. تيمشي لمراكش ولا شي حاجه، ولا مثلا تيمشي مثلا لمراكش ولا فاس، تلقى ارخص حاجه تلقى هوستل. يعني هوستل الناس اللي ما عارفينش المعنى ديال الهوستل، هو انه واحد البيت تكون فيه 8 ديال الناموسيات، 9 ديال الناموسيات، 12 ناموسيه. هاد الشاب هذا ملي يمشي لهذاك الهوستل شحال تلقى؟ تلقى الهوستل 120 درهم، 120 درهم تيجلس كاينين 12 واحد معاه في الغرفه، يعني 120 درهم. مثلا تيجي تيبغي يمشي للمحطه ديال الكيران، تيبغي يقطع الكار، الكريسون تيزيد عليه، تكون مثلا من مراكش لاكادير تكون الثمن ديالها 70 درهم 60 درهم، تقول له 120 درهم. انت ملي كتجي كتبغي تشرح لهذاك الاجنبي، الكريسون تيشوف تيدير بحال ما هكا، تيدير لك هاودني، ها هي الديكورات هذا وقعوا لي بزاف، تيدير لك هاودني. يعني ما غاديش تقدر انت تشرح لهذاك السيد. ودابا حنايا راه عايشين في واحد العصر اي حاجه كاينه. نعطيك انا واحد المثال، دابا بغيت انا مثلا نمشي للمكسيك، كاين كتاب، تشري كتاب بحال هذا ديال المكسيك فيه من كلشي. بغيتي تمشي للمكسيك تمشي، بغيتي تمشي لنيوزيلاند تمشي، ها هو كتاب ديال نيوزيلاند، كتلقى فيه كاع داك الشيء، الاثمنه مكتوبه ديال نيوزيلاند مكتوبه اللي بغيتي. اي بلاد مثلا بغيتي جاتك في بال كاينين كتاب، كتمشي كتشري بحال هذا، ها هو نيوزيلاند المكسيك، جيتي تتقلب تتقرا. يعني انا ملي غادي نمشي نيوزيلاند عارف الثمن من المره، عارف الثمن غادي يكون من هاد المدينه لهاد المدينه، غادي يكون واحد الثمن محدد. يعني داك السيد ملي تيجي للمغرب راه تكون عارف عن المغرب، عنده عليه واحد الفكره. ملي داك الكريس يكون عارف ان الثمن بانه 60 درهم 70 درهم، تجي الكريسون تيكتب عليه تيزيد عليه 120 درهم. هذاك الكاوري ماشي مكلخ، ماشي حاشاكم حمار، راه عارف انه الثمن شحال داير، تيقول انا تيغطي عين ميك، تقول لك انا ما باغي صداع، تيقول لك انا في راند شاطر لا والو، هاك اخويا زدتي عليا ديك 40 درهم 50 درهم ديها. هاد الكاوري شنو تيجي؟ هاد الكاوري هذا عنده كاميرا بحال هادي اللي تنصور فيها، اما تيهضر في الفلوك، ربما عرفتوا القصه ديال هذيك البنت اللي جات للشاون وبغاو يغتصبوها، تعرضت للتحرش، دارت فيديو في 12 دقيقه شوهت كل شيء، بنادم في كومونتير شنو بقى تيكتب ليها. تيجي بنادم عنده كاميرا، تيجي تيهضر في كاميرا، تقول لهم راه الثمن شحال داير، ولكن راه مغابه زادوا عليا.
تيجي عاوتاني هذاك السيد تيكون عنده كاميرا، تكون عنده بيسي تا هو الويفي، تيجي تكتب في المدونه ديالو، تيدون هذاك الشيء اما عن طريق فيسبوك ولا انستغرام، ولا تيجي تكون عنده واحد البلوغ، تكون عنده واحد البلوغ ديالو في ووردبريس، يكتب هذاك الشيء. بنادم تيجي تبدا يقرا، يعني السرعه ديال المعلومه كتنتقل من هذاك المكان في المغرب، من افريقيا في المغرب كتمشي مثلا نيوزيلاند، كتمشي مثلا استراليا، كتمشي مثلا اوروبا، كتمشي مثلا امريكا، كتمشي لكندا، يعني المعلومه كتنتشر وهي غادا وكتشوه لك السمعه ديالك. يبقى هذا الشيء اللي ما بغاش يفهم بنادم، تيجي تقول وزدت عليه راني قولبت، وانا ما قولبتيش، راه قولبتي راسك اصاحبي. راه باش تفهم واحد الحاجه، راه ماشي زدت عليه، راه انت قولبتي راسك، شوهتي راسك، بعتي راسك على 40 درهم، وهاد الديكور تتوقع بزاف. بنادم عاوتاني نفس الحاجه تجي تسرق، يعني شنو هو فهاد الشيء هذا؟ هو انه يكون الامن، اعطي قيمه لهذاك الدري. دابا تيجي تقول بعض الناس يقول لك هذوك الناس اللي يجيب هذاك الباكتاج، يجيب هذاك الباك تاعك وتيتمشي، وراه السياحه ما كتربح منه والو. بالعكس محمد، هذاك هو اللي كتربح منه الدوله السياحه. علاش؟ الا كسر مثلا هذاك الخونة اللي تيهز الساك، الا مشى هو وخوه وخوته وجاو بزاف، غادي يوليو الرحلات المغرب بزاف. مثلا كاين الراين اير من دوسلدورف في الفاس، كاينين جوج طيارات، عوض ما يكونوا جوج طيارات في الاسبوع غادي يوليو ثلاثه ديال الطيارات. ملي غادي يكسر الطالب على المغرب غادي يوليو اربعه ديال الطيارات، هما اربعه ديال الطيارات في الاسبوع تيجيو تيديو تيتحطوا لك في مطار فاس، تيتحط في مطار ديال فاس، تبلاص الطياره كتخلص، تضمن ليها الامن، كتضمن ليها الكيروزين ديالها، يعني هاي الفلوس دخلات، هاي السياحه دخلات. يعني راه ماشي غير تخربيق، راه ماشي غير اجي وصافي وقول، راه هذوك بنادم هذا هو اللي معاه الربح. وهذا قلت لك انه تيبغي يعيش المغامره. مثلا كاين لي زوطيل، تلقى مثلا اوطيل في المغرب 5 ايطوال، كتلقى 20 حارس امن قدام هذاك هذاك الاوطيل، 20 واحد كتلقاه جالس تما، 20 كتلقى جوج في الباب، جوج في الدخله، جوج في القنت، جوج في القنت الاخر، جوج من اللور، جوج حدا التواليطات، جوج حدا السور. وعاد كتلقى واحد المسافه ديال 500 متر ولا 1 كيلومتر بعيده ما توصل ليهاش بنادم لهذاك الاوطيل. وهذاك الاوطيل ديال خمسه ديال النجوم ما كتلقى فيه حتى شي واحد. شنو لقيتي فيه؟ كتلقى فيه مثلا شي لاعب ولا شي ممثل معروض، عارضين لواحد الحدث، ولا عارضين لواحد القناه، ولا عارضين لواحد الحفل. هو اللي تيجي تلقى شي كوب مثلا معروضين لواحد مثلا عندهم شهر العسل ديالهم، جاو يدوزوه تما. اما بنادم اللي باغي يعيش المغامره وباغي يتفطح وباغي يعيش في الجبال وباغي يتلف بالعربيه بحال ما تقول، باغي يتلف، باغي ينعس في خيمه ينوض وما يلقاش الماء يغسل غير من الضايه، راه هادشي هما اللي باغي بنادم اللي تيجيب لك انت العمله ديال الصعبه. ممكن تقول لي بنادم راه موسخ، لا محمد راه ما كاينش بنادم باغي يعيش بحال ما هكا، بنادم عاجبه حياته بحال ما هكا، باغي يعيش هو المغامره. اما هذيك الحداثه التي جي في والتوين والترام، راه هو عنده في بلاده، يعني الا بغى يشوف الترام ويشوف التوين ويشوف التي جي في راه غادي يجلس في بلاده. دابا انت في النظر ديالك ان هذيك البنت جايه من الاوسلو وحده جايه من كوبنهاغن، ما عندهمش هذاك الشيء، ما عندهمش الترام، ما عندهمش التوين، ما عندهمش تي جي في، ما عندهمش هما هادشي في بلادهم، يجيو لك انت المغرب باش يشوفوا لك داكشي. الناس محمد راه جايين هما باغوا يعيشوا مغامر، باغي يعيش الجبال، باغي الشمس، باغي البحر، باغي يدير السيرف. على بما انني جبت السيرف غادي نهضر، كنت انا دابا شهرين كنت في تغازوت، تغازوت مهمله صاحبي، والله الارض صاحبي ما الدس ما كاينش. توريسي تم غادي يهز هذاك السيرف بورد ديالو غادي ما بين الحيط وغادي يتلصق بحال سبايدر مان، غير باش يوصل للموجه خصو يقطع ويحيد الصباط ويبقى غادي وحاضر رجلو يعفط على مسمارو، ومن قنت الاخر والكلاب او 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 تينبحو عليه. ما عندنا صاحبي، وما بقاتش انا التغازوت غير صغيره، ما بقاتش انك تهلا فيها شويه وتعطي الاهميه. وشكون اللي تيجي للتغازوت؟ يجيو لي هاد الدراري ديال السيرف، يعني لي جون اللي باغي يقصر السيرف. يعني السياحه باش انا راه بقيت نهضر بزاف، لا مشيت حتى بقيت نهضر بزاف، راه تبقى الكاميرا تما تتسجل وانا غادي نبقى غير نهضر لان قلبي عامر. وانا بغيت انا دابا تجي انك انت تبقى تقول البنات تتلاقى، سبحان الله العظيم والله الا مشيت تلاقيت مع الناس بزاف وجلست معاهم، تجي تبقى تقول تبقى تقول لي المغرب زوين، شنو 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 كاين شنو كاين. هذاك السيد شنو هي اول حاجه تيدي؟ تيجي تكتب المغرب، تيجي تكتب المغرب، شنو تيطلع له؟ شنو هذاك البوب اب اللي تيكون الاول في جوجل ديال البحث؟ راه تيكون غير شي حاجه في شكل، شي واحد كاتب التجربه ديالو في المغرب، تيبقى يقرا يقرا، تيوصل شي حاجه تقول له دونت دو ذيس ان مروكو، يو هاف تو بي كيرفول، ذا جيرل يو هاف تو وير ا سكارف، دونت وير ا شورت، ذا جيرل يو هاف تو بي كيرفول، دونت جو وذ تاكسي درايفر الون ان تاكسي. بحال ما كتبقى تقرا، تبقى تقرا غير هادشي، غير بحال ما هادشي. If you want to take the bus, don't take the bus from the bus station. You have to go to Supreto, you have to go to CTM, you have to go to blah blah blah. بحال ما هكا. هادشي اللي كتلقى مكتوب.
Hey, the girls, you have to be careful. Don't go alone. Don't go at night alone. Hey, if you are in Jama' Alfna, you have to be careful. Don't let the man with the monkey take a picture with you. بحال ما هكا كتبدا تقراها بحال هاد المصائب هادي. بحال ما هكا كتبدا تقراهم كتبقى تنزل. ملي كنت في المكسيك كنت جالس مع واحد الماني. هذاك الماني ما عمرو جا للمغرب. بقيت نهضر مع المغرب كذا كذا كذا. غادي معاه زوين. مشى غدا في الصباح شنو جا؟ وقال لي المغرب راه ماشي امن. قلت له علاش؟ قال لي راه تفرج واحد الفيلم ديال براد بيت ما بقيتش عاقل عليه واش بايبل بحال ما هكا. بايبل هذا الفيلم ما بقيتش عاقل عليه بالضبط. قال لي راه تفرج هذاك الفيلم ديال براد بيت راه واحد خايتي كانوا غاديين في الكار وتيريو فيها. شوف دابا التصويره اللي سقات له على المغرب وانا متاكد بان داك السيد عمرو جا المغرب. مازال لي واحد الساعه مازال معنا اون كونتاكت في فيسبوك وفي الانستغرام محال واش يجي للمغرب لانه شنو شاف؟ اول حاجه كتب مروك وطلع له الفيلم الاول ديال براد بيت. هو راه هادشي هذا هو اللي تيوقع دابا. راه غير الا ما درتيهاش انت زوينه راه ما غادي ما غاديش تبقى والو. راه حنا راه دابا انا كامل هو انا هو المغرب. يعني ملي غادي نمشي غادي نسرق دابا انا حاليا في هولندا غادي نمشي غادي نسرق راه ما غاديش يشوفوني امين. غادي يشوفوا المغرب. شكون اللي سرق؟ ماروكان مغربي هو اللي سرق. مغربي عاوتاني يتلاقى مغربي غيبقى داير منه اتونسيو. غيتلاقى مغربي غيبقى داير منه اتونسيو. دابا الناس اللي غادي يبقى يقول لك واه انتم كبرتوا الموضوع كذا او راه نتوما راه ما قتاله ولا شي حاجه. ماشي سوقنا شكون هو. حنا بغينا نعرفوا شكون حنا. هادشي هو هذا هو السؤال المهم. هذاك الشيء يا كانوا قتاله في الماضي واخا في الفايكينغز وراغنر وبيون تيقتل الاوبا حتى هو تيقتل ايفار كانوا قتاله. ولكن دابا شكون انت؟ شكون حنا؟ شكون هما؟ هذا هو اللي خصنا نطرحوا على راسنا وخصنا نعرفوا شنو كاين. راه كاينين دول اصحابي راه جاو غير من مورانا راهم هاربين بزاف. وراه بنادم راه بغى يعيش المغامره راه ما بغاش اوتيل 5 ايطوال راه ما بغاش يشوف لك الطرام راه بغاش يشوف تي جي في. غير انت هذاك اوتيل 5 ايطوال باش غادي تقام عليك مثلا بواحد مبلغ معين راه بنادم عطيها كومبينغ. راه كومبينغ في المغرب ما كاينش. شي كومبينغ كومبينغ مثلا بحال دابا ايميلي اللي وقعت فيها الكارثه واش فيها كومبينغ؟ وبنادم هذاك راه تيتسلق الجبال راه باغي يطلع للجبل فيها كومبينغ. فيها بلاصه فين يحط بنادم قيطون ديالو ويجلس كومبينغ وفيها التواليت والدوش. كاين؟ ما كاينش. ما كاينش كومبينغ. شنو كاين؟ كاين واحد الملجأ. هذاك الملجأ شكون بانيه؟ بانيه فرنسا. يعني كون ما كانتش فرنسا ما كانش غادي يكونوا هذوك الملاجئ هذوك الجوج اللي كاينين تما ولا ثلاثه اللي كاينين في توبقى على ذاك الملجأ. يعني شكون بناتهم؟ بناتهم فرنسا والمغرب. دير انت شوف على اللي مكلف. نتمنى ان هذا الميساج هذا يوصل غير شد غير الارض تراسيها دير فيها واحد ربعه ديال الياجور طلعها من قد هكا ودير خيمه وخلي وتراسي له البلايص ودير له الماء ودير له الطواليت ودير له الدوش وزرع له غير واحد البلاصه مثلا فين يحط القيطون ديالو. راه بنادم راه باغي ينعس القيطون ديالو ينوض يلقى الثلج واصل له واحد 10 سنتيمتر ولا 25 سنتيمتر. راه هادو هما اللي باغيين هاد الناس هادو. راه ما باغيش يجي عندك يشوف تي جي في. راه ما باغيش يجي عندك الاوتيل 5 ايطوال ونعس الناموسيه ديال الريش والوساده ديال الريش والاخرى دير له الماساج سبا ماساج. راه ما باغيش هما هادشي. هادشي راه عندهم في بلادهم. ها شنو باغي بنادم؟ علاش يجي عندك تما؟ وهذا هو اقل مثال. بنادم في مات في ايميلي ما سمعناش بنادم مات في شي قناه واحد اخر. وتنتمنى ان هادشي هذا باش نزيد ناكد لك بان هاد الناس باغيين المغامره. شوف مثلا غير الهند مغاربه مثلا عنده فكره ديالو على الهند. شنو تقول؟ تقول الهند ها البقر والوسخ. والبقر والوسخ شوف شحال ديال وشوف مثلا شحال ديال السياح في العام تيجيوها. ونقول لك واحد الحاجه، الهند فارض الفيزا على كل شيء. امريكان خصو يطلب فيزا، هولندا خصو يطلب فيزا، المانيا خصو يطلب فيزا، بنادم من سنغافوره خصو يطلب فيزا باش يجي يزور الهند. يعني فارض عليهم الفيزات وتجيهم اكثر من 10 المليون سائح في العام. المغرب ما فارض الفيزا على حتى شي واحد وكيجيو 9 المليون سائح في العام. يعني الهند لما مشات تحيدت لهم الفيزا ما يبقاو يجيو بلا فيزا يجيو للهند، راه غادي تضرب لهم 20 مليون سائح في العام. وانت تقول لي الهند شنو غادي يشوف فيها؟ بنادم راه باغي يعيش المغامره. تلاقيت مع بنادم في الهند في السويد كاريين هذاك التوك توك غادي مسافر ميت يتخسر يدي معامره لا كريس لابسين تي شيرت واحد تقول لك طلب بحال ما تقول لي انا باغي نعيش مغامره باغي نتفطح ما باغيش نضرب لي مارك لي مارك راه تنضربهم في بلادي. قال لي دابا عندي غير هاد الشهرين 3 شهور باغي غنعيش ونتوسخ ونعس الدس ونعرف بحق الحياه ونعرف بنادم كيفاش يعيش. وراه هاد الناس هادو اللي باغيين تهلا في هذيك السياحه الجبليه يعطيوها واحد القيمه ديروا فيهم واحد المستوصفات الطبيه. شوف دابا انت ايملي ما كاين حتى مستوصف طبي حتى المخزن ما كاينش ما كاين تلقى جوج جدارميين مخشين في واحد البيت وهذاك البيت ما فيه لا سوفاج لا والو مسكين جالسو كارم غادي يموت. اقشور عاوتاني نفس الشيء اقشور تلقى فيه واحد جوج مخازنيين مساكن جالسين يابسين بالبرد يابسين اصاحبي حتى السوفاج ما عندهمش سبب باش بنادم غير يرتاح ويسخن.
حتى مستوصف طبي ما كاين، بنادم تيموت في الجبال، وحتى البلايك ما كاينينش، حتى بلاكه خشبه وحديده تكسب فيها الشلال الكبير مثلا، شم هاروش مثلا، ما كايناش. وديرهم في الارض اخويا، صبغ غمر طاس ديال الصباغه ب60 درهم وشيت ديال 6 دراهم، وصبغ بحال هكا ودير السهم وهانت عايش بخير. هادشي ما كاينش، يعني كاين اهمال تام السياحه الجبليه، وملي تكون الاهمال راه ما تكون المخزن لا والو، وهذوك الناس راهو ملي تيمشيو لتما وراه السياحه غادي تتضرر، وراه هاد الناس اللي تيجيو عندك تجيبوا لك العمله الصعبه راه بغاو يعيشوا المغامره، ما بغاوش يعيشوا الرفاهيه. وقال مثال ضرب لي غير الدول الاسيويه فين وصلوا، وشوف بنادم اللي تيمشي تما، وشوف شحال من السائح تيمشي، وشوف شحال من الطياره كتخرج في الساعه، شوف شحال من الطياره غير في الساعه ماشي في النهار، شوف شحال من الطياره كتخرج من الساعه تمشي مثلا لبانكوك، ولا تمشي لكوالالمبور، ولا كتمشي لبالي، ولا كتمشي مثلا الفلبين، شوف شحال من تايم من الطياره كتخرج. ونتمنى هذا الميساج هذا اللي هضرت بزاف، عرفتي شنو هو، حتى عطشت والله الا نتمنى هذا الميساج هذا يوصل، لان والله الا كنهضر انا بحرق انا ما بغيتش نبقى نهضر على ديك الناس اللي ماتوا، لان هذا الشيء ماشي من اختصاص ديالي، وكما تنقول لهم فلترقوا الارواح ديالهم في سلام. وتمنى تعطي الاهميه اكثر بهذا المجال هذا، والناس عاوتاني الله يهديهم من هذاك النصب على بنادم على قاوله تنصب عليه ولا شي حاجه، راك غير غادي تنصب على راسك، وداك القاوري راه عارف شنو كاين، راه قاري قبل ما يجي لهذيك البلاد. شكرا لكم بزاف، والله الا سخف، ونتمنوا الخير من هنا لقدام، نتمنوا الخير لاننا حنا راه ديك البلاد راه بغيناها حنا يبقى كما هي. و ما المهم انا غادي نسير الفيديو. السلام عليكم.